مارو كوشين لانو بنادم شي يتخاتم بلا يتقرش كب بنت تسع سنين تيجيو يجونا ما قام حتى حنينة ديالك حتى حنينة ديالك من بد الماسر ومتزير ومن بد دهم ومنحاش ما تطلق له حتى زر الغير وبعد الفرقات بان الناس والقاشي لا يكون معمر واللي يشربه ويعود حمر ويقطعوا باللحم الماس ويفوق ازمر ويقول هادي زات ما تشمر هادي قالوا عاني وقالوا يا شيدي نعتك روحي باش نبكى حال زي ايش لو قام شي غير كنت عجري عايش مهني إيه؟ كان يعمل لي عجبني يفي وكيف زرالي يلا لا يفي يفي انتنا لا ما عارفه صديق تعلمني وكل هذه وفي ديالك بعدا اوكي انا اشغل اخت زوار الفصيل يلا مولاي ابراهيم صاحب الفقراء يقدح ويجيب القلوب فعاله سك الخلاله خرس كبر وين بلا مية ريالة باش نكفي حسون ماما هكا ماما عطيل بابا هكا ماما عطيل ماما هكا ماما وخرس كبر وين بلا مية ريالة لا باش نكفي حسون ماما هكا ماما عطيل ماما هكا بابا عطيل ماما ايوا حنيني يعني غوتا لسوا لمروكو لاصوت باسبور تشيلي مروكان ما تومرت على ذا باسبورت ماروكاي لي انا تما لا نحب تمشي نبقى هنا بس انا רוצה كيلو شيه لي جام باسبورت لا مالو جام انا יש لي יש لك بטח مصتي سفته حداشه جدتي يا بكون اللي بغى يوصل انه الموسيقى ممكن تكون لغه ديال التعايش وتكون لغه عالميه كيفاش بالنسبه لك هذه الفكره توصل هذا انا نشوف الناس كيسمعوا الموسيقى وكيفرحوا وكيفهموا انا عندي انا يهوديه وكنغني بالعربيه كيفهموا في الناس بحالي انا وحنا كبرنا بلا اللغه بلا والو يعني غير بالموضات ديال جداتي وجدي وصافي يعني كانت فتره كبيره اليهود ما بغاوش يذكروا التاريخ ديالهم نغير هذا الموضوع يمكن هذا مش خدمه سهله ولكن نفتح الباب
خلال الموسيقى ويمكن نبدأ شي حاجة أخرى.